رجال الداخلية، يا فرسان الأمن والقانون، يا من تحملون حبكم صنبلا لديمومة الحياة وسيفا على رقاب الإرهاب والمجرمين، تقترب الآن كراديس هيئة الحشد الشعبي أبناء العراق وفرسان المرجعية الذين لقوا نداء الواجب والجهاد فتواجدوا في صفوف المواجهة سندا للجيش وندا للأعداء، ورسموا لنا في معرض بطولاتهم أجمل صور البسالة والتضحية والفداء، فسقوا الأرض بأنهار من الدماء فأينعت أغصان نصر وبهاء. تحية لمجاهدي الحشد الميامين، وتحية إجلال وإكبار لشهداء الحشد الأبرار المخلصين. أتمنى أن أحصل من حشدكم المقدس على بسطال شهيد، فرأسي يبحث من زمان عن تاج يفتخر به. أعطوني بسطال شهيد ولا تمسحوا عنه تراب الميدان، فهو بذلك أحلى من تيجان الأمراء وأغلى من كنز السلطان. فديكم تراب العراق ضميرهم، شربوا الشجاعة والكؤوس بها ردا، هم آمنوا بحياتهم متيقنين بربهم. مرحى لرجال الحشد الأبطال، فتحية إلى كل قادة وأمراء ومقاتلي وفصائل وكتائب وسرايا الحشد الشعبي المجاهد في هذا اليوم المبارك. يتقدم الآن أبطال العمليات الخاصة، أبطال جهاز مكافحة الإرهاب،